دونك بغينا نصايبو فيديو بحال هادي كنشرحو فيها الدراري الصغار على سبيل المثال باش يصايبو عمليات ديال ديال الجمع داكوغ دونك هاد لا فيديو كيفما كتلاحظو كتبان ليا فواحد لاغيغ بلون زويون اللي هو ماشي بيض تقريبا بلون كاسي كتكون فيديو انتيراكتيف يعني تيبان ليا ان القلم كيتحرك اني كنكتب شي حاجه شي بربعه خمسه سته et cetera donc que vous alors دينا في هذه لا فيديو نصيبو فيديو بحال هادي. اذا شنو هما الادوات اللي يحتاجوهم احتاجو تيليشارجي لو لوجيسييل كامتازيا ستوديو كنورك عليه حاليا باللا ديالي احتاجو ام اس باينت اللي عند كلشي. شيء واحتاجو واحد لا طابليت غرافيك كنكتبها في ليكرون ديالنا في الشاشه ديالنا تابليت غرافيك من نوع واكوم Qui est la marque qui est est Wacom Intuos 5 modèle M Par contre, vous Wacom Bamboo ou le Wacom Cintiq qui sont de bonne gamme la marque Wacom Donc, La première chose à faire le logiciel Camtasia Studio double clic Donc, Camtasia Studio, une version d'essai, parce que mais, لا فيرسيون بيونت ما عنديش دونك كنحل كامتازيا ستوديو من بعد كندير ديك اي وود لاك تو ايفالويت تيرميني ماشا ياكم ومن بعد كنورك على ريكورد دو سكرين فاش كنورك على ريكورد دو سكرين كيبان ليا في الشاشه ديالي جو زي بري اون كابتور ديكرون حيت هاد الساعه انا كنسجل دونك ممكنش تبان ليا من الدقه الاولى دونك كتبان ليا في الشاشه ديالي واحد واحد لانترفاس بحال هادي هاد كان كنلاحظوا بان فيها واحد البوطون بالاحمر اللي هو لو ريكورد ريك هاد البوطون هذا ما كنوركوش عليه دابا اول حاجه كنديروها كنختاروا هاد سيليكت اريا كناخذوا كاستوم هادي كنوركو على كاستوم وكنوركو على هاد لي شين هادو هاد البراد الحديد وكنختار القياسات ديال ليكرون ديالي اللي بغيت نسجلها دونك هاد العمليه تقدر البوفو... تستغرق لكم شويه الوقت <applause> ولكن سي الى ما عرفوش صيبوها صيفطوا لي ان ميساج في لادريس ميل ديالي يوسف كازاكو بوان كوم دونك اون اه فوا كو ركنا على البوطون ريك اش كنديروا كنفتحوا اون قبل ما نمركو على البوطون ريك كنفتحو هاد لو فيشي اللي هو بانت تومبليت اللي تلقاوه في لو سيت ويب كيزاكو في الرابط التالي اللي كيبان في ليكرون ديالكم كنحلوه ام اس بانت كناخذ لا ديالي واكون كنركبها إذن من بعد ما ركبت لطابلة ديالي أول حاجة نعمل هي أن نرك على لوبوتون ريك إن فوا ركت على لوبوتون ريك كتبان ليا هاد الخانة هادي في الشاشة ديالي اللي فيها لا دوغي ديال التسجيل ديال لا فيديو فيها لي بوتون بوز و ستوب إذن فاش نبغي نسجل التسجيل غنورك على لو بوتون ستوب بطبيعة الحال <applause> اذا باش نقوم بتسجيل ديال لا فيديو ادوكاتيف ديالي اول حاجه نعملها نمشي لبانسو نختار لو ترويزيام بانسو غنورك على لا طاي وهنا خصكم تلاحظوا معايا بان كامتازيا ستوديو اش كيقوم به حاليا كيسجل اي حاجه كتوقع في الشاشه ديالي اذا هنكتب الدرس اليوم على سبيل المثال جمع الاعداد من واحد الى تسعه باغ اكزومبل من واحد الى تسعه لاحظوا معايا بان كامتازيا ستوديو كيسجل لي اي حاجه كنقوم بها يعني في ليكرون في لا فيديو فينال اي بان لي بانني هبطت نزلت في الشاشه وعندي كتبت العمليه 2 زائد 3 كتساوي 5 3 زائد 7 كتساوي 10 انسي دو سويت وانا غادي بحال هكذا نقدر نتحرك اذا من الفوق لتحت نقدر نتحرك من اليسار لليمين غراس بواسطه دونك دوك لي بوطون ديال ام اس بانش من بعد فاش كنسالي الكور ديالي فيديو تنكتب لكم شكرا جزيلا على المشاهده ديالكم كندير السينياتور ديالي وكنورك على لو بوطون دونك ستوب اللي كاين في كامتازيا ستوديو دونك فاش كنورك على لو بوطون ستوب اول حاجه كيقوم بها كامتازيا تيخرج ليا لو فيشي تاعي اونجستغمون فلو مونتاج إذا لو مونتاج هنشوفوه في واحد لا فيديو خاصة بها غيبان لكم حاليا الرابط ديال لا فيديو اللي كتفسر كنت لكم عملية المونتاج كنتمنى بأن هذا الفيديو نالت الإعجاب تاعكم وأن بإمكانكم حاليا تصيبوا دي كور ديال الماط ولا ديال الفيزيك ولا أي مادة بواسطة إم إس بانت شكرا جزيلا كان معكم يوسف